Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi. Saya berasal dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kecamatan Rupat. Saat ini Rahmadi mengenyam pendidikan di UIN Suska Riau, umur 20 tahun. Baiklah, Rahmadi akan membacakan surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما Thank you.
kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان
fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.